عصيبه مرحبا كالعاده اختنا خطوم خبيره ابراج وتارو. واليوم باش نعملوا قراءه اسبوعيه لمولود الحمل من 10 حتى 20. التوقعات يا مولود الحمل، القراءه عامه يا حلوين، القراءه ما تطبقش ديما على الناس الكل، ولكن القراءه تنجم تكون زاده عكسيه. اش معناها عكسيه؟ معناها انا عملت في الحبيب، الحبيب عمل فيا. ماشي، باش نعمل روحي ما شفتش وباش نعاود خاطر هذوما طاقة مولود الحمل في العشرة أيام الجايين في العائلة والحب. ديما نقول ثلاثة عشريات يا حبوباتي، كل عشرية ساعات تاخو شوية طاقة شوية أحداث، ماشي هكا؟ باهي، أنا اش عندي لهنا؟ شوف اش قالت بعض مواليد الحمل، العشرة أيام هذوما الجايين، شنو فما؟ بطاقة مراقبة للحمل، رجل، مرأة، هذه بطاقة شخص قاعد يراقب فيك، الحبيب يراقب فيك، أنت تراقب في الحبيب، أشخاص أخرين يراقبوا فيك، بطاقة الأعين، مركزين معايا زعما. مركزين معايا زعما بالخير، ان شاء الله بالخير، ولكن هذه بطاقة احترس من بعض مواليد الابراج الترابية يا مولود الحمل. انت برج ناري حمل، التراب الثور والعذراء والجدي، احترس منهم شوية خاطر نجم يكون معاهم سوء تفاهم، صار سوء تفاهم، وهذاك علاش نقولك احرس شوية، مع رد بالك شوية يا مولود الحمل من هذم الابراج. وراهم بعد اربع اوقات باش يصير صلح وباش يصير توافق عائلي عاطفي البعض الاخر، وتقول في الحياه العائليه والعاطفيه ثم عداله قانونيه او عداله الهيه. لحظه لهنا، البطاقه هذه تعني الانتصار للحمل. الانتصار ما معناه للحمل؟ معناه الحمل تظلم، الحمل توجع، تجرح، تخاف، الحمل قاعدين ينافسوا فيه، الحمل قاعدين يحبوا ينحوا حاجته من يده. هذاك علاش قالت باش نطلبوا ربي سبحانه انه يخلينا منتصرين، باش ننتصروا على اعدائنا. البطاقه هذه تعني للحمل، باش نعطي الورقه، البطاقه الملكه، الملكه هذه تعني كاينك يا مولوده الحمل. والحقيقه لهنا باش نمشي نتوجه خاطر هذه الملكه تقصد النساء مهما كان عمرك، بنوته كبيره صغيره متزوجه ارمله مطلقه بس ما تعرفتش، قتلك لازم تتعلم تنظر للحبيب باكثر وضوح، تنظر للحبيب. معناها انا زوجي، نعطيكم مثال، انا مولوده زعما الحمل وانا زوجي لازم ننظر له، ما عشان مثلا ديما مثلا هو لعوب كذوب تراش يعمل تتاق الجو هذاك الكل، لا قتلك صفي نيتك، غير نظرتك لهذا الزوج او لهذا الحبيب او لهذا الخطيب، مش هكا. جماعه اخرين قتلها نظفي، مش نظفي، صححي رؤيتك للحبيب، نجم تكون انت مزودتها شوي، طاقة غيرة، طاقة شك، طاقة تهلويس نقول انا شوي، ماشي هكا. هذاك علاش قالت لهنا يا مرأة الحمل يا حبوبتي الغالية إذا أنت على حق، قالت لك ربي سبحانه باش يجيب لك الحقيقة أمامك، إذا أنت على باطل، ماني أنا شاكة، أنا خايفة، أنا مهلوسة، زعما عمل، زعما ما عملش، زعما خرج، زعما قعد، زعما كلمها، زعما رجع لها. قالت لك لهنا فما 50% من مواليد الحمل الستات فما شكهم في محلهم، والاخرين لا يا حلوه قتلك هو طبيعته هكا ولازم تتقبليه كما هو، ماشي؟ باهي. رجل الحمل، ما ادراك من رجل الحمل، لهنا قاعده نحكي مرأة ورجل، لها هي خرجت هكا. رجل الحمل هنا تقولوا انت عندك خطوه جديده، ترسيم علاقه عاطفيه، صلح عاطفي، بدايه جديده، علاقات جدد. شو نقول لك يا رجل الحمل ويا فتاة الحمل، مهما كان عمرك، لهنا هي تقول لك راجع نفسك قليلا في هذه الخطوة اللي انت تحب تاخوها. اش معناها يا فتو؟ معناها انا نحب ناخو خطوة اني انا نمشي نخطب في فلانة، فلانة حبيبتي خطيبتي، ما نعرفش خطيبتي، معناها ماشي نحب
نصارحها ماشي نحب نعمل حاجة رسمية لهنا تقول لك لازمك تعدي 7 أيام ومن بعدها تاخذ قرار. استخيروا ربي سبحانه في أي خطوة تحبوا تعملوها يا جماعة، على خاطر هذه بطاقة الاستخارة، ومن بعدها باش يجي الحل. الحل يا أنا نكمل معاها، يا أنا نمشي لها، يا أنا نصارحها، يا أنا نغير الطريق. للمتزوجين الرجالة الحمل لهنا تقول له إعادة نظر في حياتك العائلية، بلاش تتسرع ليامات هذوما، خلي الأمر يسرح، ومن بعد لازمك تثبت قبل ما تاخذ قرار الانقلاب على الحبيب، الانقلاب على زوجة، الانقلاب على خطيبة، الانقلاب على عائلة، على خاطر هذه بطاقة شوية شوفي متغشش زعمة زعلان. نجم نقول كلام خاطرني متزعلان ومتغشش ومن بعد ننت ما نحبكش تنت، هذاك علاش انا قلت بلاش تتسرع. ما رجل الحمل كبير صغير بلاش تتسرع، فئه منكم ماشي للثنية صحيحة والفئة الاخرين قتلوا اصبروا شوية. تقولي كيفاش نعرف انا مانا فئة زعمية؟ فتون قتلك قلبك دليلك يا حلو، قلبك دليلك. اذا انت في علاقة فيها استقرار وحب ووضوح كمل ان شاء الله ربي يهنيك، واذا انت في تردد والطفلة هذه نهار تكلمك وعشرة المرأة هذه نهار متصالحين ونهار قلتهم يغضبانا في دار ابوها، لا معناها انت في علاقة ماهيش متوازنة ولازمك تاخو وقتك باش تعرف تاخو القرار. فما جماعة اخرين باش نوري البطاقة هذه ونقول قد بداية من الصفر في علاقة عاطفية فيها شوية شك انه فما مصلحة بيا. مرأة ورجل الفئة الثالثة تقول فما جماعة انا نحبه على خاطر فما حاجة فيه وهو يحبني على خاطر فما حاجة فيه. الحاجة هذه انا مزيانة، انا بقاصة، هو بقاص، هو مزيان، هو يخدم، هي تخدم، عندي سيارة قالت كرهبة، مركز مهم، ماشي هكا فهمتون. البطاقة هذه تقول 9 أيام يبان الحق. اش معناه؟ معناه اذا هو يحبني لذاتي باش يكمل في الثنية، اذا هو يحب مني حاجة ولا يحبني على خاطر انا عندي حاجة، تقول 9 أيام هذوما باش يبان بالكاشف الحبيب هذا يحبني ولا ما يحبنيش. باش نقول من الاخر ماشي هكا. يا حمل باهي القراءة مش خايب، مش خايب، باش نكونوا واضحين في الحياة العائلية والعاطفية. حاجة مهنية للحمل ماشي، هذه راهو انا باش نحطها هكا للحمل ونقول له انتصار، نجاح، حب، عمل، انتصار قانوني، خطوة جديدة، ظهور. معناها لهنا هي تقول لك الشمس، ظهور الشمس، معناها احنا الشمس تدعمنا، مواليد الحمل تدعمنا في عمل، تدعمنا في علاقات، تدعمنا في مركز، تدعمنا في سفر. لهنا تقول لك اذا احنا قاعدين نستنوا في طاقة مات آتية باش تجي جاية. ستة أيام، رقم ستة، قول ستة أيام، رقم ستة، ستة أوقات فما طاقة مال، وهنا تقول 8 أوقات عمليا أنا عندي صلح، فما تسوية، من بعد سوء تفاهم تأتي التسوية عملية. مولودة الحمل ومولود الحمل لهنا تقول لك بلاش تدخل في صراع، بسم الله عليك، على خاطر الصراع هذا باش يخسرك وقت وتوتر عصبي. دونك لهنا بلاش ندخل في التوتر هذايا، خلينا نوسعوا بالنا شويه. لهنا تقول لك الانتصار لك ولكن بلاش تاخو على اعصابك وعلى صحتك التوتر هذايا. بركة انا عندي هذه ممكن نحطها لهنا هكا تعني موضوع معين في القراءه باش نقول. فما جماعة من مواليد الحمل صار لهم بلوك في العمل. شنو معناها البلوك؟ معناها انا كنت نخدم وقفت على الخدمة، كنت نخدم اسم الله عليكم طردوني، خايف لا يطردوني، صارت فما سوء تفاهم على اثره صار معناها طرد وخروج، حد حاربني، حد فك لي بلاصتي، حد يحب يفك لي بلاصتي. الناس هذوما هي تقول من بعد رقم 8 اللي هما 8 أوقات اللي هما 8 أيام تغيير، قالت مدمر للمنافس. معناها اذا انا خرجوني من الخدمه وحطوا حد في بلاصتي، ليتك الحد اللي حطوه ماهوش باش يكون كفؤ
وباش يخرج هو بيدو، وانت تسترجع حقك، تسترجع مكانه، ظهور الحق قالت لهنا. وهنا تقول لك في حقك زيد برشا كلام باطل، انت ديما يتهموك انك انت انسان غير سوي بالمره في المكان العمل، ولكن انت باش تبرهن انك انت انسان تحب العمل او تحب الاخلاص في العمل. الحمل في الحياه المهنيه قد ما فما شويه توتر فما النجاح، قد ما فما منافسه فما الانتصار. يا حلو ماشي، يلا نعطيكم نصيحه في الحب عند الحمل. به بعض منكم هذه بطاقة لا رجعة لهذه العلاقة، والعلاقة هذه قالت ثنية ما تعديش، وانا عليا بالانسحاب مرأة ورجل مش نجبد بطاقة اخرى. نخمم مليح مليح في حياتنا باش نعرفوا ناخذوا خطوة صحيحة من لول وجديد. البعض ارمل، البعض مطلق، البعض تخلف في علاقة في معناها حد مع شينا مثلا ما تنقل مثلا. النصيحة تكون واضح، النصيحة لمرأة الحمل تقولها إذا أنت مطلقة أرملة كنت مخطوبة بطلتي بلاش تدخلي في علاقة فيسع فيسع مع كلنا، وخممي مليح في العرض اللي باش يجيك هلا يا مات، على خاطر ينجم يكون مزيف بعض الشيء. وباش نكون واضحة تقولك لهنا بلاش تختاروا الحبيب رجل أو مرأة، لهنا بلاش تختاروا الحبيب على خاطر كؤوس المال، المال الفلوس اسمه ما نعرفش انا شكون. بطاقة العمل، نصيحة في العمل تقول رقم 9 بطاقة الحكمة، بطاقة القوة، بطاقة شجاعة، بطاقة باش نتعدوا المرحلة هذه بنجاح. يا حمل ان شاء الله يا ربي يهنيك وصلك للي تتمنى. باي باي.